زي الحال. اليوم أنا جاياكم بموضوع وإجابة على سؤال مهم، هو ماذا سيحدث بعد نهاية الحرب؟ ما هي المشاكل اللي حنواجهها لما الحرب دي تنتهي؟ السلام عليكم، معكم دكتورة سارة أحمد، وأنا اليوم جاياكم بموضوع متعلق بالحرب، ولكن مش بالضبط عن ما يجري الآن في ساحة القتال، ولكن هنتكلم عن موضوع ومشاكل هنواجهها بعد ما تضع الحرب أوزارها زي ما بيقولوا، مشاكل مجتمعية ومشاكل نفسية وغيرها. يعني أنا في عدد من الحلقات السابقة اتكلمت عن بعض التأثيرات، تأثيرات الحرب شنو يعني علينا، تأثير اقتصادي وتأثير مجتمعي ونفسي وتأثير في كل حاجة، حياتنا كلها تغيرت نتيجة لهذه الحرب. ولكن اليوم أنا جاية أتكلم في موضوع محدد، مشكلة مجتمعية محددة نحن حنبتدي نعاني منها أو حنصنع عليها، هي موجودة الآن ولكن حنو عليها بعد ما هذه الحرب إن شاء الله تضع أوزارها بانتصار الجيش السوداني على هؤلاء الأوباش والسيطرة على الوضع الأمني، ونبتدي نحن نفكر كيف يعني نعمر بعدها، نعمر ويعني نغير وضعنا ونحسنه إن شاء الله. المشكلة دي أنا دايراكم تفكروا معي فيها بعد ما نشوف الفيديو ده مع بعض، ده فيديو في الميديا بالمناسبة، أنا متأكدة كثير منكم شافوه، ولكن خلونا نفكر فيه شوية، ننظر له بإمعان ومن غير العواطف الجياشة بتاعت أعملوا ليه واقتلوه وافضحوه وأسووا ليه وبتاع هناك. خلينا نسمع ونشوف الفيديو ده بالله، وبعدين بقى نرجع نتكلم تاني. ساكن هنا تم جاب شنو تم يسارو غربي ميدان شنو غربي ميدان فلوجة شمال غرب ولا غرب؟ طيب انتم متعامل مع دعم السريع، انا داير انا عملت شمين تعاون ابتكار كيف كلامك ده انت انا مليك الكلام ده فنطلع كلامك ده المرة تشيل براده دي كان في صارفة ولا في السبيل؟ صارفة في سيما ونص سيما سيما ونص مرة قتلتهم بناتها كم شلتهم مني؟ ثلاثة بنات وبعد تشيل البنات بعد ما قتلتهم أيوة ما دي يعني أنت في السبيل أنا بظهر في السبيل ده في السبيل ده عم تعيش السبيل أحتمال أنت قلت لي مرة جيت محطة التفتيش صح؟ أخذت جوا الحلة أخذت جوا الحلة العمارة بتاعت منو؟ في عمارة بتاعت الحلب هنا قريب الحلب يعني جنب الجامع جنب المدرسة وفي الطريقة شو مزعم؟ ضربت قد إيه أنت ليه؟ غامض في شنو؟ وانتو كان دائما تيجي تجي العربية الثانية يعني كان في عربية
كويس. طيب شفنا الفيديو وأنا بعتقد إنه كثير منكم شافوه يعني. ده شاب عايش كان في وسط الناس في أم بدة أفتكر، والناس اللي هو بيقول إنه قتلهم ديل ناس بيعرفهم بالاسم. كل اللي عملوه إنهم يتجرؤوا وقاوموهم لأنهم عاوز يدافعوا عن حقهم وقاموا قتلهم. طيب الحكاية دي ما فقط حصلت لمازن، حصلت لشباب كثيرين جدا. زي مازن بنات وأولاد. بقي عندنا الشريحة دي في المجتمع اللي هي الشريحة اللي فقدت اتصالها بالواقع، فقدت تواصلها مع البيئة اللي حولها، وبقت حاجة كده نشاز موجود. وده نتج من تصميم ممنهج بالمناسبة. ما تفتكروا إنه الناس دي فجأة الولد ده بعد ما كان زول كويس وقاعد وسط الحلة وقاعد مع الناس وداخل ومارق معاهم، ممكن يكون واحد من الثوار بالمناسبة، أنا ما بعرف، لكن ممكن فجأة انقلب إلى هذا الوحش اللي ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يقتل وفعلا قتل ويغتصب واغتصب وسرق النساء وسباهم وسرق أي حاجة جريمة ما كان ممكن يحلم قبل هذه الحرب وقبل هذه الأحداث إنه يعملها عملها. أوكي، وزيه كثيرين. دي المشكلة اللي نحن حنتعامل معها لما تنتهي هذه الحرب. شريحة من الشباب والشابات اللي انفصلوا عن هذا الواقع وتغيرت عقليتهم تماما نتيجة لتأثيرات، من أهمها تأثير الإدمان على المخدرات. أنا في رأيي إنه هذا الشخص لو شفته الطريقة بيتكلم بيها طريقة كده فلات، ما في انفعال، ما فيش هنا بيقول في الحاجات كده ماتر اوف فاكتلي، عملت كده، ايوه انا قتلت حيدر وقتلت ما بعرف مين وبتاع واغتصبت ما بعرف مين وقتلت المرأة في الصالحة، بيحكي لكم في أحداث زي كأنه بيحكي لكم في هو اتغدى وين الليلة. ده دليل على إنه في تغيير جذري حصل دواخل في جواه، تغيير كبير جدا. أنا بأشر على هنا لكن هو التغيير حصل في المجتمع. ونحن نعلم تماما إنه هذه الميليشيا ومن عاونها ومن خطط ليها استخدمت أساليب كثيرة جدا في هذه الحرب لاستمالة هؤلاء الشباب عشان يتعاونوا معاهم، ومن ضمنها مشكلة الإدمان والمخدرات. تبتدي القصة كيف؟ بدوك جرعة أو جرعات لحد ما تبي هوكت، تدخل خلاص في القصة بتاعت إدمان. وحاجات مثلا زي الايس ده ادمانه سهل جدا، يقال انه يدمن من جرعه واحده، لكن قد يكون ده فيه مبالغه شويه، ولكن ادمانه سريع جدا، اسرع من الحاجات الثانيه، اسرع من الهيروين، اسرع من الكوكايين. الايس اللي هو الميثامفيتامين ده من المخدرات الادمان، ادمانه سريع جدا. ولما تكون انت بعد كده عبد لهذا الادمان يمكن استغلالك باي طريقه. ولما تعمل حاجة واحدة فظيعة زي دي، يعني لما تقتل مرة واحدة بعد ده الحكاية بتبدأ سهلة. الأول القتل الأول ده ممكن يكون ثمنه كان أي والله تمشي تقتل، إحنا نديك جرعات الأسبوع مثلا أو نديك الجرعة بتاعت اليوم، قتلت خلاص بعد ذاك بقيت واحد منهم وتمشي في هذا الأمر. طيب معناتها نحن هنتعامل مع قطاع كبير جدا من الشباب
بهذه العقلية. أنا أدري إنه في شباب تانيين قاعدين دلوقتي بيدافعوا عن هذه البلد، بيقاتلوا عشانها، عشان يطلعوها من المحنة اللي هي فيها. ونحن يعني المفروض نشيله في راسنا الناس دي. الشاب شال يده، بروحه في يده ومشى حارب، ده نحن المفروض نشيله في راسنا. ولكن هؤلاء النوع ده، أنا عارفة إنه الناس هيجي يقولوا والله ونقتلهم ونسوي لهم وبتاع، ولكن يا جماعة ديل أولاد المجتمع السوداني، وحتفضل مشكلة واقفة لنا هنا. نعمل لهم شنو يعني؟ شلتهم وقتلتهم كلهم، هل المشكلة اتحلت؟ أو هل دي الطريقة المثلى للحل؟ أنا ما بقول إنه ما يتعاقب، يتعاقب طبعا، هو مسؤول عن تصرفاته دي، مسؤول تماما عما فعل، وأي زول ارتكب جرائم بهذا الحجم يعاقب ويحاسب. ولكن المشكلة هي في تغيير العقلية نفسها، تغيير العقلية وانعدام التعاطف. التعاطف ده بالمناسبة اللي هو الامباثي، دي الحاجة اللي بتمسك الناس مع بعض. أنا لما أحس بألم أخوي الإنسان الآخر وأتعاطف معه، دي الحاجات اللي بتخلي المجتمع متماسك. لكن لما لو كل شخص بيفكر براو لروحه، ويبحث عن مصلحته هو فقط بغض النظر عن الثاني، ده هيحصل له شنو؟ يحرق في 60 داهية. دي ما مجتمع، ده هنا ما يبقى ما مجتمع، ده هنا بكل لنفسه وكل يمشي براه. فالتعاطف في نفسية هؤلاء الشباب فقد، بقى عندهم الأولويات بتاعتهم مختلة. الأولويات بقت كالآتي: أول حاجة أنا عاوز أغذي الإدمان بتاعي ده بأي سعر، بأي ثمن، بأي يروحوا كل الناس في 60 داهية، I don't care. الحاجة الثانية هي حكاية الـ الثراء السريع الآني. أنا عاوز أبقى غني الآن. أوكي؟ أنا عاوز أحصل على الحاجات اللي أنا محروم منها الآن، ومن ضمن المحروم منها دي طبعا حكاية الاغتصاب والنساء والكلام ده. ما في العقلية بتاعت وده في هذا القطاع من الشباب، أي زول انزلق ومشى عشان يشتغل مع هؤلاء الجنجويد وهو على علم ودراية تامة ب هم ناويين يعملوا شنو في البشر، وناويين يعملوا شنو في المجتمع السوداني، وفعلا عملوا شنو في المجتمع السوداني، ده شخص عاوز أو جاري وراء الثراء السريع والحصول على ملذات الدنيا والحاجات اللي أحلامه تتحقق الآن. هذا التفكير القصير المدى دي واحدة من أكبر مشاكل المجتمعية اللي بتؤثر في نمو المجتمع. لأنه المجتمع بيعتمد على التفكير اللي فيه تخطيط للمستقبل. أنا بعمل حاجة دلوقتي ردة الفعل وليست آنية، أنت ما حتدفع لي مثلا، أنا دلوقتي أشتغل وأجتهد وأقرأ وأتعلم وأكتسب مهارات وأكتسب خبرات وكده عشان أنا في المستقبل وأكون إنسان مفيد وإنسان عندي وضع وإنسان ممكن يكون بيكسب كويس وإنسان يساهم في كده يعني. يعني الناس بتعمل مجهود الآن عشان تحسن من نفسها وتحسن من قدراتها ومهاراتها عشان في المستقبل الحكاية دي تجيب ثمنها. ولكن لما تكون أنت عاوز أي حاجة الآن بالرغم من القصور الواضح في قدراتك، أنت ما عندك أي حاجة، لا ده متعلم، لا عندك خبرة، لا عندك مهنة، لا عندك حرفة، ما عندك ولا حتى عندك بنية أخلاقية سليمة ولا بنية نفسية سليمة. أنت إنسان بالمختصر كده لوزر، لكن عاوز تركب الموجة بتاعة الثراء السريع والحصول الآني والتحقيق الآني للأحلام، ودي حاجة سيئة جدا لأنه ده اللي بيخلي الزول يمشي يعمل أي حاجة بغض النظر عن ردود الأفعال. دي مشكلة كبيرة هتكون في المجتمع.
إنه عقلية هؤلاء الشباب هتختلف تماما. العقلية هتختلف تماما أو اختلفت تماما. عقليتهم إنه أنا ما عندي أمل مثلا، ودي حاجة طبعا الأوضاع السياسية برضه بتأثر فيها يعني. أنا ما عندي أمل إنه أنا لو اشتغلت ولا قريت ولا اجتهدت ولا بتاع أنا فعلا I will get rewarded أو أكافأ على هذا المجهود في المستقبل. لأنه ما في مستقبل. فبالتالي أنا أي زول هيجيني يعرض عليا قروش ولا ثراء ولا أي نوع من ملذات الدنيا دي أنا هاخدها من غير أي تفكير. وبغض النظر عن بغض النظر عن التأثير فعلي ده على الآخر. ودي بداية النهاية للأخلاق وأخلاق المجتمعات. وللأسف يا جماعة أنتوا لو فكرتوا في هذا الأمر، حكاية الثراء الحالي والآني والسريع ده هو سبب المفاسد الحاصلة في أفريقيا وكل الشرق الأوسط. هذه العقلية بتاعت الثراء الآني والملذات الآنية، وأنا عاوز أبقى أغنى زول في البلد فورا من غير ما أقدم لها ولا شيء، ده التفكير بتاع كل البشر أو بتاع كل الناس اللي عندهم يعني، أو ده تفكير شائع، خليني أقول تفكير شائع جدا. ده اللي بيخلي تنظيم زي قحط مثلا بدل ما إنهم يعملوا تأسيس لسياساتهم ولأفكارهم اللي هم عاوزين يجوا بيها ويدخلوها على هذا المجتمع أو يقنعوا المجتمع بها والمواطن السوداني، وهذا يأخذ سنين من العمل والاجتهاد والتوعية وكده، بدل ما يمشوا في الطريق ده قاموا اختاروا الطريق القصير. ودي هي حكاية أنا عاوز رد الفعل الآن، أنا عاوز النتيجة الآن. الطريق القصير ده ودى البلد في هذه المعضلة اللي احنا فيها دي. مشو جابوا الدعم السريع عشان يكون أداة لتكسير الجيش السوداني ويكون أداة مستقبلية لحفظ الأمن في البلد. الدعم السريع بالله عليك الله، شوفوا الكلام ده، شوفوا قصر النظر ده كيف. هؤلاء الناس بيعتقدوا انه اذا جابوا الدعم السريع هم بيخدوا نواة لمستقبل الامن والسلام والهناء في البلد دي. هم ما عارفين انهم جابوا اكبر مجارمة في افريقيا وفي العالم دلوقتي، دخلوهم لنا في السودان. فهذا قصر التفكير ده نحن المفروض نلقي له طريق نعالجه. الناس لازم تحترم قيمة العمل. العمل ده في غالب الأحيان، العمل هو ما بس زول يشيل طورية ويحفر، العمل ده إنك تشتغل في نفسك برضه. بالمناسبة العمل إنه أنت تعمل على تحسين نفسك، تزيد مهاراتك، تتعلم كده، ده عمل. وهذا العمل في غالب الأحيان ما بيؤتي أكله إلا بعد سنين وسنين من الاجتهاد والكدح والسهر كده يعني. الحاجة دي نحن المفروض نبتدي نربيها في أبنائنا وبناتنا. إنه يا أخي ما في حاجة اسمها تصحى الصباح تلقى الشوال بتاع قروش، الدنيا دي ما بتشتغل كده. الدنيا ما بتشتغل بالطريقة دي، الدنيا بتدي المجتهد. اوكي، لازم يحترموا هذه القيمة، لأنه نحن من غير شباب وشابات يعملوا ويكدحوا كل يوم البلد دي ما هتتحصل بني، تتبني كيف؟ نحن ما فجأة هنجيب عصا موسى وناخدها كده والبلد دي هتتبني تاني، ده ما هيحصل الكلام ده. في كثير من المعاناة نحن لازم نمر بها عشان في النهاية البلد دي تتبني تاني. هذه العقلية، عقلية احترام العمل وعدم يعني عقلية إنه الثراء الفجائي ده ما حقيقة، ما في حاجة اسمها ثراء فجائي. أي زول كان مقطع وما لاقي اللي ياكله وفجأة بقى مليونير ده حرامي حرامي، والله كان نطط حرامي.
شاف ليه سرقة ونصبة ونهبة عملها. بس الكلام ده ما في المجتمع، الناس ما قاعد يتكلم بالطريقة دي، بيشوفوه زول ناجح وزول يا سلام، ودي القدوة والندوة على قول سمير غانم الله يرحمه، القدوة تحت الشباب، لأنه مشى ركب العربية البرادو وسريك بسوى شنو سوى شنو، وهو حرامي. ما في زول بيظهر هذه الحقيقة، إنه الشخص ده هذا اللوزر اللي فجأة بقى غنيان ده حرامي. فيبقى يا جماعة نحن مجتمعنا داير شغل من جوه، شغل كثير من جوه. الشغل هو إنه أنت يا شباب يا شباب، الدنيا دي ما شغالة بالطريقة دي، الغنى الأوفرنايت ده ما في، دي ما الطريقة. ونحن بلد فقيرة ما حتديك هذا الأمر إطلاقا إلا إذا تكون أنت ناوي تأذينا عشان تحصل على هذا الأمر. بعدين من الفيديو بتاع الولد ده، ما شايفة إنه يعني أنا يخيل لي تماما إنه هو تم السيطرة عليه عن طريق المخدرات، لأنه ما في حاجة ثانية شكلها حصلت عليه يعني. ما شكله قبضوه في واحدة من العربات النهابوه النهابة ديل ادوها ليه ولا لا هو نفسه وضعه ذاته يعني. يا جماعة البلد دي يا نقف ليها كلنا يا القصة دي ما بتتعمل. وأول حاجة نحن المفروض نعملها إنه الناس تفهم إنه هؤلاء الأشخاص اللي بيمشوا شايلين القروش بالشوالات ديل ومبارين المجارمة ديل مجارمة زيهم، ديل حرامية ديل كده، الحاجات دي المفروض تظهر. مش يكون الولد السي دي عمره 8 سنين و9 سنين بيعاين كده شايف زي مازن ده مستفيد حاجة، ولا يعني ظهر عليه أي نوع من النعمة وهو ده القدوة بتاعته، يشوف نازل ده عمل شنو يقوم يباريه. التربية على قيمة العمل، التربية على الفهم الصحيح للدنيا والتوقعات السليمة من الدنيا، دي حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة خالص. نحن عندنا مشاكل كبيرة هتقابلنا، ودلوقتي نحن بنعيش في كارثة إنسانية كبرى، ولكن اللي بيطلعنا من مشاكلنا دي هو نحن، صح؟ يعني انا عارفه مشوا روسيا ما بعرف عملوا شنو، روسيا دي كان شالت الدهب، شفت القروش كده ده والجنايه ده كبته لينا كده، لو نحن ما فينا جوانا اللهيب بتاع صلحوا البلد، اللهيب بتاع اشتغلوا عشان نحن بلدنا تمشي لقدام عشان نصلح وضعنا نحن ذاتنا، ما في زول بيقدر يساعدك. اذا دي مسؤوليتنا نحن أهل البلد والسودانيين، رجاء يا ناس ابتدوا غيروا التفكير بتاع أنا منتظرة أو منتظر زول يجي ينقذني. ما في زول هيجي ينقذك، أنت هتنقذ نفسك وأنت هتنقذ مجتمعك وأنت اللي هتتعامل مع كل مشاكل هذا المجتمع، ومن ضمنها هذه المشكلة والمعضلة اللي نحن هنواجهها بصورة مؤذية صراحة يعني لينا. وطبعا هؤلاء الأولاد يعني للأسف الأولاد والبنات اللي دخلوا في مسألة التعاون مع جنجويد ديل، حتى أهلهم يعني حيعانوا من المشاكل دي. طبعا المجتمع أحيانا لا يرحم طبعا، يعني ده قال دلوقتي كده 3 من أولاد حلته، ولما الناس تبتدي ترجع هيرجعوا لنفس الحلة، ده عنده أم وأبو وأخوان وأخوات وبتاع، يعني حيبتدوا أو هم حيشيلوا ذنب ما فعلوا، والمجتمع حيتعامل معاهم على أساس ما فعل ولدهم يعني. وتشوف شوف دي واحدة من المشاكل الكبيرة اللي برضو نحن المفروض نكون واعين لها، يعني ده زول كبير بالغ عاقل يعني يتحمل أعماله.
اهله ما عندهم ذنب، غالبا في غالب الاحيان هيكونوا ما راضيين عن اللي بيعمل فيه يعني. فبرضه نحن نكون واعيين للقصه دي. باختصار عشان ما كثر الكلام، من المشاكل اللي نحن المفروض ننتبه ليها في عقليه ابنائنا وشبابنا وبناتنا وكده، انه تحقيق الاحلام الفوري ده حاجه ما واقعيه، وحاجه ما حتى لو حصلت معناها في حاجه بيهايند، في حاجه غلط حصلت. الواحد اللي بيغنى فجاه ده عمل حاجه غلط، ده اكيد لكم يعني، ما في غنى فجاه. اوكي. والحكايه انعدام التعاطف مع الاخر، مع اخوك اللي قاعد معك في المجتمع ده، وقدرتك على انه انت تتعدى عليه باي طريقه، تقتله، تغتصبه، تسرقه، تنسبه، دي حاجه مشكله نفسيه مجتمعيه يجب ان نتعامل معها، ويجب ان نعترف انها موجوده في الاول يعني. ودي من الحاجات اللي انا بذكرها لما اتكلم عن حكايه التربيه، واللي انا بعتقد انها اساس حل المشاكل اللي كلها يعني، التربيه السليمه. إنه أنت مفروض تربي التعاطف في ابنك وبنتك، لازم يعرفوا إنه ما عايشين براهم في الدنيا دي، وإنه الآخر قد يتأذى من أفعالهم السيئة، وإنه في حدود مفروض يقفوا عندها لما يجوا يتعاملوا مع اللي حولهم، زملائهم، أصحابهم، أخوانهم كده، عشان ما نربي أطفال نرجسيين ومتنمرين، اللي هم دي اللي هم الفاقدين للتعاطف يعني. الحاجة الثانية إنه مشاكل الإدمان دي المفروض تكون حالة طوارئ بالمناسبة، مجتمعية، حالة طارئة. نحن لازم نشوف كل الموارد اللي ممكن تتوفر لحل المشكلة دي، لأنه مشكلة كبيرة، مشكلة عويصة. في كثير جدا من الشباب يعني انزلقوا في مشكلة الإدمان دي، كل أنواع الإدمان، وديل لازم يتعامل معاهم يعني بصورة من الصور، حتى كان شفتهم دخلتهم في السجن بالمناسبة، ومفروض تتعامل معاهم يعني. وبعدين الحاجة اللي المفروض نعرفها إنه ردود الفعل والحاجات اللي احنا مش شايفينها فظيعة حصلت على المجتمع دي حاجات تم استخدامها بصورة ممنهجة من جانب الجنجويد ومن عاونهم ومن خطط لهم، اللي هي حكاية المخدرات، الابتزاز، يخطفوا لك زول مثلا يقول لك ادفع عشان يرجعوا لك، او يشيلوا منك عربيتك يقول لك ادفع، ده نوع من الابتزاز. الترهيب طبعا، شايل بندقيه خدتيها في راسك وهيقول لك اعمل الدايره لك، الدايره تعمله وبتعمله يعني، ده اسمه الترهيب. الترغيب بانه تدي الناس قروش وتديهم عربيه وتديهم المهم حاجه، وتقول له سوي لي كده وريني، اولاد حلتك ساكنين وين وريني البيوت اللي فيها ما بعرف شنو بتاع ده، ترغيب. وطبعا في برضه غسل المخ، ده حصل كثير جدا، برين ووشنج، اللي هو انه الدعايه الاعلاميه اللي كانوا عاملينها دي، او الاعلام الدعائي اللي استخدم طول الحرب وقبل الحرب، لا للحرب لا للحرب، لشخص ما بيفهم اي لغه اخرى غير البندقيه، انت بتتعامل مع هذا الشخص، الشخص اللي ما بيفهم اي لغه غير البندقيه والتنمر والترهيب والقتل والاغتصاب، ده شخص انت دايرني انا امشي ليه وشايل علم ابيض اقول له لا للحرب. ما في اي احترام لعقول البشر، وما في اي احترام لواقع مرير حاصل دلوقتي، ويقول لك لا للحرب. شكرا لكم يا جماعه، بس انا حبيت ابتدي النقاش في هذه الامور اللي هي حتواجهنا، واللي ممكن تكون مواجهنا الان يعني، احنا شايفين الشباب بتاعنا بيعملوا في شنو حاجات ما في طبيعته، ولكن أصبحت واقع مريض موجود يعني. شكرا لكم، رجاء بالله يا جماعة عشان نحن نستمر في هذه النقاشات يعني، يعني أضغطوا زر اللايك والإعجاب يعني، وانضموا للقناة تحت اليوتيوب، وأرجو إنه
نقدر نقدم حاجات مفيدة في المستقبل. شكرا لكم.